عند وفاة المورث، من تربط المرأة به رابطة مثلا زوجية أو رابطة قرابة وهي ترث منه، فيجب أن تتأكد من عدم وجود وكلاء له، وإذا وجد وكلاء له فلا بد أن تبادر إلى تبليغ كتابات العدل بوفاة مورثها لكي يتم التأشير في سجل الوكالات على وفاة الموكل وبالتالي بطلان الوكالة، لأن الجهات في الواقع لا تعلم عن موت الموكل إلا إذا قام الورثة بإبلاغ تلك الجهات، وإذا لم يتم إبلاغ الجهات فمن الممكن أن الموكل قد يبيع عقارات وصاحبها متوفى بدون علم من الورثة، وقد يقوم بالسحب من الحسابات البنكية. ولذلك لابد عند وفاة المورث من تبليغ كافة البنوك التي فيها حسابات للمورث عن وفاته لكي يتم تجميد الحسابات وعدم التعامل مع الوكلاء. أيضا هيئة السوق المالية لكي يتم تجميد المحافظ الاستثمارية التي فيها الأسهم وعدم التصرف بالأسهم بموجب تلك الوكالات. وأيضا يجب على الوكلاء أن يسلموا الوكالات مباشرة للورثة إذا علموا بوفاة المورث، لأن الوفاة تبطل الوكالة وتنتقل كافة الحقوق وكافة الأموال التي تركها المتوفى إلى الورثة، ويكون واجبا على من يريد أن يتصرف بتلك الأموال أو العقارات أن يأخذ وكالة من جميع ورثة المتوفى ليكون جائزا له التصرف بتلك العقارات أو بتلك الأموال. وبناء على ذلك فإنه يعني من الخطورة بمكان التأخر أو التساهل في هذا الأمر، لأن يعني الوكيل يكون له كافة يعني يكون عنده صلاحيات موسعة أحيانا في بعض الوكالات، وبالتالي نحن شاهدنا بعض المشكلات التي تنشأ عن عدم علم من يتعاملون مع وكلاء بعض المتوفين من جهة تعاملهم معهم بشراء عقارات أو تسليمهم مبالغ مالية وهي في الحقيقة الأمر أصبحت ملك للورثة، ولكن الوكلاء استغلوا هذه الثغرة وأجروا تعاملات باسم المتوفى واستولوا على بعض الأموال والعقارات، ونشأ بسبب ذلك نزاعات ومشكلات أدت إلى تأخر حصول الورثة على حقوقهم من التركة بسبب تلاعب وكلائهم وعدم علم من يتعاملون مع الوكلاء عن وفاة الموكل. فلا بد من العناية والمبادرة في هذا الأمر حماية للتركة.